إذن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يصدر تصريحا صحفيا بخصوص هذه الحادثة، ويقول إن الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف خيام للنازحين والصحفيين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. جدير بالذكر أن هذا المكان يضم ما بين 20 إلى 30 خيمة للنازحين وكذلك للطواقم الصحفية التي تغطي مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة. المكتب الإعلامي يحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، كما طالب المنظمات الدولية وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية، ودعا إلى حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.